هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل طبخ الطعام للوالدين غير المسلمين من الولاء المحرم؟ نعم، سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل طبخ الطعام للوالدين غير المسلمين؟ اخدم الوالدين ولو كان كافرا، اخدمهم وبر بهم، صاحبهما في الدنيا معروفة، تبع سبيل من أناب إلي، لهم حق البر ولو كان كافرين، حق البر عليك والإحسان إليهما. نعم.